والمسلم وراء الإله وحضور الوجوه الحية على الصعيد الوطني بالحساب والموقع توافدوا في هذه الليلة لتشييع هذه الجنازة، جنازة أخينا وحبيبنا الذي فقدناه ونحن في أشد الحاجة إليه. وهذا هو المثل الذي يقول الرجل بالأمس، فإذا فقدنا من دين الخير ومن دين المحبة والمودة، وإذا فقدنا من حرمته مصالح المجتمع وعلى يديه هو مفتاح المفاتح هو الذي يحل هذه المشاكل، فإذا فقدنا فعلى أننا فقدنا جزءا من أجسادنا وفقدنا نصيبا من حياتنا. الله سبحانه وتعالى يسر من فقد برحمته الواسعه وان يصف احده ويورثه الصبر والسلوان وان يجازيه الله احسن الجزاء وان يبارك في ايمانكم وفي محبتكم وفي مودتكم. الله سبحانه وتعالى فهذه الموتى وهذه المحبة لخير سبب من خير سبب لخير سبب إن شاء الله. اللهم احفظنا في مسكنا وفي أزواجنا وذرياتنا، اللهم اغفر لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الصلوات الجميع وبارك في صلاتنا، اللهم احفظنا في وطننا وارزقنا الامن والايمان والسلامه والاسلام يا رب العالمين، وانصر اللهم ولي امرنا الى ذات الخير والصلاح لبلده ولشعبه ولهذه الامه. اللهم انصرنا فانك خير الناصر، وارزقنا فانك خير الرازقين، وارحمنا فانك خير الراحمين، واهدنا يا رب العطاء ولنا يا رب العالمين. وجزاكم الله عنا خيرا وبينكم كل شيء من اخينا وحياتنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه، الاخ الحاج حسن في الحقيقة ما قال فيه كفاية، ولكن وقد غرض علي أن أشارك ولو كلمة رمزية كلمة صغيرة. ماذا أقول لذوي الميت؟ لا نملك أيها الأخوة في هذه اللحظات إلا أن ندعو له، فدعاؤنا له كما كان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم لا تحرمنا أجراه ولا تحرمنا مجاهده، اللهم إن كان محسن فسلم ثانيا وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أكل رضاك خير من داره وأهل خير من أهله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل وعيدك من عبادك الصالحين. كلمة موجزة أيها الإخوة في دقائق معدودة فقط حتى لا نطيل عليكم. نعم، كل من ساهم وكل من حضر فهذه هي الأمة الإسلامية، ولله الحمد يبقى فيها خير كبير، لأن من الواجب علينا حينما نفقد أحد الإخوة فلا بد على كل حال أن نشيع جنازته، فلا بد أن يبقى محفور في أذهاننا، ولو كان مثل الله يرحمه سمح الصيف وهو معنا كنا نعرفه ويعرفنا، الآن انتقل إلى جوار ربه، ولكن ستبقى بصمات
محمد صايم محفورة في أذهاننا أيها الإخوة. كل واحد منكم نحن الأمة هذا هو الإنسان المسلم فيه خير ولا شك في ذلك. أما رحمه وانتقل إلى جوار ربه أيها الإخوة من باب الاستناد في دقيقتان. نحن نعلم جميعا أننا كلنا سنغادر هذه الدنيا، لا أحد يبقى هنا أيها الإخوة. حينما نقرأ هذه الآية كل نفس ذائقة الموت، حينما نقرأ هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واستاذ العلماء قالوا الله عز وجل حينما يكبر الوظيفة لإسرافيل عليه السلام حينما ينفخ في الصور فكل الخلائق تصعق، ما فيها من جن وملائكة وإنس، لم يبقى أي واحد في الدنيا، كل الناس ينتقلون إلى جوار ربهم. نعلم أن الدنيا مضيئة للآخرة، ونعلم أن الدنيا مزرعة للآخرة، ولكن نحن لا بد إذا نحن لم نذكر هؤلاء الناس وأنهم من سيذكرهم. سي محمد صايب، أنا أعلم أيها الإخوة، أقول لكم والدي وهو من المتقاعدين بكل صراحة من هولندا، فكان مساعدته، كان يتصل بالناس، كان له مساعدة عظيمة، فهنيئا للفرد الذي تجده يخدم الناس ويقوم بمساعدتهم. نطلب الله عز وجل ما كان يقوم به بمساعدة الناس وبعمل خير أن يلقاه الآن وهو بجوار ربه إن شاء الله. حتى لا نطيل أيها الإخوة، جزاكم الله خير جميعا باسم السيد عامل عمل إقليم بكان، وباسم السلطة المحلية والإقليمية، وباسم الأستاذ الحاضرين، باسم الطلبة، باسم العلماء، باسم أن الجميع من أولهم إلى آخرهم، نطلب الله عز وجل أن يجزي الجميع. في نحن الآن على مقربة من أبواب رمضان في هذه الأيام الفضيلة التي الله عز وجل مفضل، نطلب الله عز وجل أن يرحم أحد إخوة من الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.